رئيس الفلاسي من فريق الإمارات لكرة البوتشة، وهاي أول مرة نشارك فيها دوليا، وإن شاء الله نحرز على مراكز متقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللاعب إيهاب أحمد من العراق، لاعب بوتشة بفئة BC4. طبعا نشكر دولة الإمارات عامة ودولة دبي خاصة على التنظيم الأكثر من رائع، حكام مستوى أول، لاعبين مستوى أول، يعني كل شيء جيد الحمد لله، من نسأل الله التوفيق. تنظيم عالي على القاعات جيدة، ونشكر كل الإخوان على ساهموا على هذا النجاح، وإن شاء الله يا رب التوفيق على هذه البطولة. بسم الله الرحمن الرحيم. عامر أحمد إبراهيم، مساعد مدرب الإمارات للبوتشية. احنا مشاركين ضمن منتخب الإمارات للبوتشية اللي مشارك في بطولة فزاعة الدولية التي تقام لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنا معي لاعبين من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية فرع المنطقة الوسطى بالذات، هم ضمن منتخب الإمارات. اللاعب سلطان محمد علي الكتبي من فئة BC2، واللاعب سالم عبيد المتحاني من فئة BC1.